السلام عليكم ليديز حمموشات، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. كرحب بكم من جديد، مرحبا بكم الغزالات ديالي. اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا طريقه جد سهله وبسيطه لتحضير حليب الصوجه او حليب الصويا كما كيسميوه في بعض البلدان في البيت باقل تكلفه، لان الثمن ديالو كيكون غالي بزاف. فهو كيساعد المرأة على إنتاج الهرمون الأنثوي، وهو غني غني جدا بالبروتين. وبالنسبة لبعض الناس اللي غادي يقولوا لي راها معدلة وراثيا، ما كاين حتى شي حاجة يعني بدليل. الموضوع مازال تحت الدراسات، باقي كيدرسوه، مازال ما توصلوا إلى أي حاجة، لأن كذلك عندنا الذرة، كذلك الذره راه كيقولوا بلي راها معدله وراثيا، والاطباء ديال التغذيه كيصعب عليهم 100% انهم يعرفوا الحاجه المعدله وراثيا والغير المعدله. والمصدر ديال هاد الفول الصويا كتجي من امريكا والبرازيل، يعني ما كتزرعش عندنا في البلاد، عليها هاد الجدل الكبير. ولكن الا فيها شي حاجه مضره، انا كنعرف باللي المجتمعات الاوروبيه كيهتموا بزاف بالمواطنين ديالهم، واي حاجه كتضر بالصحه كيمنعوها نهائيا بالاسواق. ولو كان هاد حليب الصويا عارفين بلي غادي يسبب المواطنين ديالهم ولو 0.00، تكتب الصفر تتشبع وتكتب 1% يعني في اضرار صحية، اكيد ما غاديش يكون عندهم في الاسواق. هذا فقط مجرد توضيح. فغادي ناخدو واحد الكوب، المهم كاس، غتعبروا بنفس المقياس. مثلا خديتي زلافة، خديتي كاس، اي حاجة غادي توضعيها في الماء. مثلا انا هنا عندي كاس ووضعت عليه الماء وبقيت كنبدلو، ضروري انكم تبقاو تبدلوا الماء لمدة 8 ساعات، ضروري على الاقل انكم ترقدوها لمدة 8 ساعات. الا ما قدرتوش انكم تصوبوها كذلك في 8 ساعات، بامكانكم تخليوها لمدة 12 ساعة، ولكن الا فات 8 ساعات حطوها في الثلاجة. انا طبعا خليتها ليلة كاملة. هذا هو شكلها بالنسبة للبنات اللي ما كيعرفوهاش. ثم غادي ناخد الطحان الكهربائي، وغادي ناخد هذا الفول، هذا غادي نصفيه من الماء باش تشوفوا معايا العبار، لان اي كوب من الصوجة غادي نوضعوا ليه 4 اكواب من الماء. دابا غادي نعبره، هذا تقريبا نصف هذا الكوب. ما في داعي انني نمشي نجيب عاوتاني واحد الكاس، المهم لان سبق وعبرت انا بواحد الكاس اخر، المهم ماشي مشكل. هذا نصف الكوب غادي نوضعه هنا، وغادي نوضع نفس الكميه ديالو، نصف هذا الكوب مضروب في 4. ها هو الكوب الاول، طبعا كما كتشوفوا يا البنات راني ما كنعمروش، كنحط نفس الكميه. هذا الثاني غادي نحط الثالث والرابع، وغادي نرجع معاكم. الان غادي نطحنها باش ما نصدعكمش بالصوت ديال الطحان الكهربائي، ثم غادي نرجع معاكم. هذا هو يا البنات بعد ما طحنته كيكون بهذا الشكل. الان غادي نمروا الى الخطوه المواليه، غادي نجيبوا اي اناء لان ضروري انه يطيب. شفتوا معايا طحنات مزيان ما شاء الله، طبعا هذه غير رغوه ما غاديش نوضعها. ثم غادي نوضع هاد الكاسرونه على نار هادئه جدا مع التحريك، لانكم الا ما كتحركوهاش يا البنات فراهي كتلتصق بالاناء وصعيب انها تحيد، ضروري انكم تحركوها تحريك مستمر لمده 10 دقائق تقريبا، والنار ما تكونش عاليه، تكون نار خفيفه بزاف. هاني الان بعد ما وضعت حليب الصويا على النار غادي نبدأ في التحريك، وغنقول لكم كذلك واحد المعلومة بالنسبة لحليب الصويا، أن بعض البنات يقولوا أنهم يسمنوا بعض المناطق أو كيعملوا حركات رياضية لبعض المناطق فكيتناولوا حليب الصويا، لأنه فعلا كيساعد في زيادة حجم المناطق الأنثوية. لهذا كنلقاو كذلك الأغلبية ديال الناس اللي كيلعبوا هاد الأنواع ديال الرياضات كيتناولوه بكثرة. المهم غادي نبقى أنا هكا بهذه الطريقة تقريبا لمدة 10 دقائق، ثم غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا الخطوة الموالية. هو يا البنات بعد ما نزلتو من على النار تقريبا شي 7 دقائق، لأن هو كذلك كيفيض كما كتشوفوا معايا هاد الرغوة،
فغنخليه واحد شويه حتى يبرد، لان دابا ما بغيتش نصفيه خايف على نتحرق. غنخليه واحد شويه حتى يبرد، ثم غادي نصفيه مع بعض، وغتعرفوا معايا المده ديال الاحتفاظ به، وكذلك الطريقه باش غادي نستعملوه، والاضافات اللي بامكاننا اننا نضيفوها عليه باش يكون المذاق ديالو عادي بالنسبه لينا، وبامكاننا نتناولوه بشكل عادي. بعد ما يبرد غادي نجيبوا اي اناء واي صفايه متوفره عندكم، الا عندكم شي توب عنده دوك اش كيسميوه توب ديال حياتي، او اي توب قطني باش البقايا ديال الصويا او الصوجة ما يدوزوش لينا الحليب غادي يكون افضل، ولا عندكم شي صفايه تكون كبيره وتكون ديال الاينوكس كذلك غادي يكون احسن. هذا هو الحليب يا البنات، بعد ما صفيته بامكانكم تحتفظوا به لمده 4 ايام في الثلاجه، راه ما كيوقع ليه والو، ولكن ما يفوتش يا البنات 4 ايام وفي الثلاجه ضروري، لان ما فيش مواد حافظه اللي غادي يحافظوا لينا عليه. فصراحة المذاق ديالو زوين، بامكانكم تضيفوا ليه كما قلت لكم سكر الفانيليا او السكر المنكه بالفانيليا. وبالنسبه لهاد البقايا اللي كيشيطوا لينا بامكانكم تعملوا بها مثلا صوص بالصويا، فول الصويا، وغتقولوا لي لا راه فول الصويا راه باللون الاسود، صوص الصويا باللون الاسود، طبعا راه كيكون عليه اضافات. بامكانكم تستعملوهم كسماد للنباتات الى عندكم، يعني ما ترميوش، حاولوا انكم تستغلوه في شي حاجه. وطبعا المذاق ديال هذا الحليب كيكون رائع جدا، بامكانكم تضيفوا عليه الفواكه، تضيفوا عليه التفاح، تضيفوا عليه الكرز، التوت، اي حاجه متوفره عندكم، راه المذاق كيجي رائع جدا. بعض البنات غيسولوني واش بامكاني نستغني تماما على الحليب العادي ونستعمل فقط حليب الصويا، راه طبعا كل حاجه والمكانه الغذائيه ديالها والمكونات ديالها، ولكن هذا مزيان بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش داك الحليب اللي كيكون من مصدر حيواني انهم يعوضوا به مره، لان صراحه مهم بزاف الكالسيوم. الحليب راه كيعطينا الكالسيوم، بامكانكم تضيفوا ليه كذلك اليوغورت، اي نوع من اليوغورت اللي كيكون منسم باي نسمه نتوما كتبغيوها او باي نكهه انتم كتبغيوها، كذلك غادي يكون المذاق جد رائع. الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح اكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وما تبخلوش عليا باللايكات وتعليقاتكم الاكثر من رائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. هذا هو الحليب يا البنات، بعد ما صفيته بامكانكم تحتفظوا به لمده 4 ايام في الثلاجه، راه ما كيوقع ليه والو، ولكن ما يفوتش يا البنات 4 ايام وفي الثلاجه ضروري، لان ما فيش مواد حافظه اللي غادي يحافظوا لينا عليه. فصراحه المذاق ديالو زوين، بامكانكم تضيفوا ليه كما قلت لكم سكر الفانيليا او السكر المنكه بالفانيليا. وبالنسبه لهاد البقايا اللي كيشيطوا لينا بامكانكم تعملوا بها مثلا صوص بالصويا، فول الصويا، وغتقولوا لي لا راه فول الصويا راه باللون الاسود، صوص الصويا باللون الاسود، طبعا راه كيكون عليه اضافات. بامكانكم تستعملوهم كسماد للنباتات الى عندكم، يعني ما ترميوش، حاولوا انكم تستغلوه في شي حاجه. وطبعا المذاق ديال هذا الحليب كيكون رائع جدا، بامكانكم تضيفوا عليه الفواكه، تضيفوا عليه التفاح، تضيفوا عليه الكرز، التوت، اي حاجه متوفره عندكم، راه المذاق كيجي رائع جدا. بعض البنات غيسولوني واش بامكاني نستغني تماما على الحليب العادي ونستعمل فقط حليب الصويا، راه طبعا كل حاجه والمكانه الغذائيه ديالها والمكونات ديالها، ولكن هذا مزيان بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش داك الحليب اللي كيكون من مصدر حيواني انهم يعوضوا به مره، لان صراحه مهم بزاف الكالسيوم. الحليب راه كيعطينا الكالسيوم، بامكانكم تضيفوا ليه كذلك اليوغورت، اي نوع من اليوغورت اللي كيكون منسم باي نسمه نتوما كتبغيوها او باي نكهه انتم كتبغيوها، كذلك غادي يكون المذاق جد رائع. الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح اكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وما تبخلوش عليا باللايكات وتعليقاتكم الاكثر من رائعه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.